لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز عظيم. يا كربلاء ما أنت إلا بقعة المجد الأثيل. يا كربلاء ما أنت إلا بقعة المجد الأثيل. ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل. أنت النجاة بكل مبجل شهم نبيل. أنت النجاة لمن يزورك، أنت النجاة لمن يزورك من عزيز أو ذليل. كم فيك من شمس، كم فيك من شمس ومن قمر، أهوى فوق التلول كعلي الليث، كعلي الليث الهزار وقاسم البر الوصول وأبي الفضائل أبو فاضل، وأبي الفضائل والفواضل صاحب العلم
طويل الضيغم العباس والبسام في اليوم المهول ساقي عطاشا كربلا وويلا ساقي عطاشا كربلا ببارد كالسلسبيل من نوم التراب قعد يشبه العدنان ظهري كسرتونا بنومتكم يا شباب هذه الخيل تحوم قوموا واسرجوها وراية العظمى اللي انطوت قوموا انشروها لا صيحتي يا للشيم ما تسمعوها فجعت خيام اختلت وبقيت حيرة ويا سمنا اصحابها وظل يصفق ليالي يجلس عند هذي وهذي يمه يصير وصل مصرع بالفضير خرفاقه يطير وقال لي يا خويا ودعت الله نم الاجراء لكنما الامر لله لا حول ولا إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قوله جل وعلا في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الملاحظ أن الله جل وعلا لم يحذر المؤمنين من الكافرين يقول صلى الله عليه وآله احذر الكافر مرة واحذر المنافق عشر والمنافق له علامات إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب إلى آخره والمنافق عندما راسه يعني المنافق تريد لتر أسودية وتريد سرعة تقلب عنده مطاطية نفسيته جسميته ما أسرع أن ينقلب بسرعة كلما زاد نفاقه زاد تقلبه وسرعة تقلبه وتلونه والطاعة
طريق النفاق تنطيه مراسة وتنطيه تعاليم وتنطيه حماية بحيث ما ينكشف. لهذا تجد المنافق بريء، المنافق أسلوبه أسلوب حسن، المنافق شخصية بريئة رقيقة متواضعة مقبول عند الناس، وإلا ما يصير منافق. الله جل وعلا يحذر المؤمنين لأن المؤمنين أقرب من غيرهم إلى حسن الظن. حسن الظن إلى حدود، احمل أخاك المؤمن على 70 محمل، لكن أخاك المؤمن مو الفاسق، مجرد أن ينكشف فسقه، مجرد أن يبان نفاقه، هذا ما أحمل ولا على محمل واحد، هذا مجرد أن يتكلم، مجرد أن يعد، مجرد أن يحكي، أينما يجلس يجب الابتعاد عنه. احذر الكافر مرة واحذر المنافق عشر. المأمون لعنه الله، المأمون يوم من الأيام أحضر يحيى وإسحاق أبناء الإمام الصادق سلام الله عليه، هذول أولاده، كل واحد منهم بعد وفاة الإمام الصادق جعل إليه مذهبا، كون إليه مذهب، وعندهم من العلوم، أولاد الإمام الصادق عندهم من العلوم، عندهم من الجماعات، مسايرتهم للإمام الصادق عرفتهم شخصيات، وشخصيات عرفتهم، وشخصيات بإمكانهم أن يعرفون الشخصيات، أي شخصيات تغرب النفاق، تغرب الألفاظ، تغرب الشخصيات، فهذول غرروا، وكل واحد كون إلى جماعة وشيعة، وكل واحد سوى إلى مذهب. المأمون لعنه الله، شوف نفاق المأمون، المأمون لعنه الله. وأكبر نفاق إذا صار النفاق بالملك، إذا الملك صار منافق، لا إله إلا الله، حية عقرب سام. فالمأمون اتخذ النفاق ودرس النفاق وصار منافق ممتاز. يكفيك أهل خراسان كلهم صدقوه لما أن قال انصروني على أخي ولئن نصرني الله على أخي لأرجعن الخلافة لأفضل آل أبي طالب. كان يتحجى بالبراءة، كان يتحجى كأن مظاهر حسن نية يتلون. يوم من الأيام بخراسان جاب يحيى وجاب إسحاق، أراويك سرعة المنافق، وخلى واحد يجلس عن يمينه وواحد يجلس عن شماله، وقال إلى يحيى: يا يحيى حدث الناس، جمع من الرعية، قال: حدث الناس أو استدل للناس على إمامتك. قام يحيى هدر 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 وفسر القرآن وجاب آيات دليل على إمامته، وأنه أولى من الإمام الرضا، وأنه أولى من أخيه إسحاق، ونزل القرآن ونزل جبرائيل ونزل الملائكة ونزل، وقال: أنا أشوف القائم بالليل، وأنا يأتيني القائم ويأتيني بأوامر ويأتيني كذا إلى آخره. شاف الناس وإلى هذا أدلة صحيحة، أدلة إيمان، أدلة قرآنية، وخصا ابن الإمام الصادق، وكان عالم وكان تقي وكان إمام للجماعة، والناس من خلفه أين ما يروح، وصاحب فضيلة علمية. انتهى من حكيه، جلس،
التفت بعد ذلك المأمون قال لإسحاق يا ابن جعفر استدل للناس على إمامتك، ادعاء النبوة وادعاء الإمامة وادعاء النيابة، هذه من زمن من عصور وخصوصا في قرى إيران وقرى من أذربيجان، كل سنتين ثلاث تطلع هالبدع. احنا قبل ما سمعنا إلا بدعة وثنتين واستغربنا وضجينا وتخوفنا، أما بإيران لا، هذه موجودة، الفقهاء يعانون منها، يعانون من هذول المشعوذين واللي عندهم شعوذة وزندقة ومتعلمين نوع من أنواع السحر، شبعانين من هالفقهاء في إيران. كل سنتين وثلاث تصير حادثة وتصير ضجة، لكن هناك ما يتخوفون قدر من يتخوف. ليش؟ هناك عندهم المعالج، عندهم المعالج، المعالج فقهاء، الفقهاء أبعد ما يكون عن العواطف وعن المصالح المادية. تجد تقع هذه أو مثلها فتنة في بلد من البلدان ما يتحصل لها معالج، قابل المعالج ما تثق فيه، قابل المعالج لمصالح، قابل المعالج يعالج هالجانب هذا لكن بيه عيوب من جانب آخر، فما يصير العلاج علاج حسن ومضبوط، تصير بس ضجة عشوائية وحشي مجالس وحشي مساجد وحشي مآتم وحشي أسواق. وهذا صاحب البدعة يعمل ببدعته، وصاحب الخرافة يعمل بخرافته، وإحنا قلقلة لسان. لو استدعى الأمر للعلاج بالأموال دفع الفقهاء أموال، إحنا لو يستدعى الأمر أن نعالج الموضوع بالأموال والواسطة والاستعانة بزيد وبعمر نبتعد، لأن نخلي الاستعانة بزيد وعمر لمصالحنا يوم من الأيام أنا أحتاج إليه احتياج شخصي، ليش أروح له إلى احتياج عام؟ الأموال أنا أولى بيها، ليش أعالج مصلحة من المصالح الاجتماعية وأدفع من مالي؟ أنا بعالجها مجرد قلم أو بكلام أو باستنكار، فاد زين ما فاد يلا. عالجوها فقهاء دائما تصير. قال لي يا إسحاق استدل للناس على إمامتك، شاهدنا قام بعد إسحاق ونزل القرآن، ابن الإمام الصادق كيحيى نزل القرآن ونزل الحديث، وسامع كلام يحيى، أنطى كلام يحيى درس، وما طول يحيى يتكلم هذا يوزن كلام يحيى حتى يزيد أدلة وحتى يفند الأدلة، يعني صار عنده مجال حتى يحضر، وحضر أكثر من إسماعيل من يحيى. يحيى فجأة قال للمأمون هذا لا، عرف القضية، حضر تحضير ممتاز، قام ارتجالي لكن عنده فترة سابقة وعارف الموضوع، جاب القرآن وجاب الأدلة وجاب النبي وجاب شافوا الناس ردوا قالوا، شوف الناس شلون ما تثبت على رأيها، زين ما تثبت، كل ما يجي شيء جديد قلنا أحسن، كل ما يجي جديد قلنا أحسن، قالوا ترتك الحين احنا غلطانين، احنا قلنا يحيى إمام وجاب لنا القرآن والأدلة، طلع له أدلة هذا أقوى من هذا، لا إسحاق الإمام. ظل الناس في المجلس وصارت الربربة، واحد يقول إمام واحد يقول مو إمام، والمأمون مستانس. إذ أقبل علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، الآن اكتمل الموضوع، شوف النفاق عليه. أقبل الإمام الرضا، صارت برا ضجة عند الغلمان والحجاب، الإمام مقبل، إجا واحد للمأمون قال له ترى الإمام الرضا إجن، عطله شوية لو نخليه يدخل، قال لا خلوه يدخل، احنا نبويها خلوهم يتصاقعون. الناس عرفوا أقبل الإمام الرضا سلام الله عليه، قالوا أقبل،
شحطوا ببالهم؟ قالوا يحيى استدل على إمامته، إسماعيل استدل على إمامته، الغلبة شوية إلى إسماعيل. ناس قالوا مو فكروا هالجانب، ناس فكروا غير، قالوا نريد نشوف أيهم أفضل عند المأمون، إسحاق لو يحيى لو الإمام الرضا أيه أفضل؟ شلون يعرفون؟ يحيى عن يمينه، إسحاق عن شماله. المفروض لما يجي الإمام الرضا يجلس إما عن يمين إسماعيل أو عن يمين إسحاق، لو لا ويصير بعيد عن الإمام عن المأمون. يعني معناته إحنا ما بنسوي علاقة ويا الإمام الرضا، هذا لأصحاب المصالح. إذن ما طول إسحاق أو يحيى أقرب إلى المأمون، إحنا بنصادق إسحاق أو يحيى، والإمام الرضا ما لنا شغل صداقته لأنه بعيد عن المأمون مو قريب منه. المأمون شوف النفاق، خلى الناس يطلعون من مجلسه متضاربي الآراء، كل واحد ما يعرف الحق من الباطل. لما وصل الإمام الرضا شافوا الناس وش بيسوي المأمون، شاف المأمون الناس متوجهة يبون يعرفون المأمون يفضل أيهم، إسحاق لو يحيى لو ابن أخوهم الإمام الرضا، حتى الناس يزدلفون إليه. وصل الإمام الرضا، لما وصل قام المأمون عن مكانه وأجلس الرضا في مكانه وجلس عن يمين يحيى، صار الناس ما يعرفون أيه أفضل عند المأمون. شوف شلون الدراسة والمراسة مارس النفاق، يعرف شلون يخلي المجتمع يتضارب بعضه ببعض، يجيب لك خرافة، يجيب لك فتلكة، يجيب لك فد مذهب جديد، فد عقيدة جديدة، تصير ضجة عليها وتصير صيحة وتصير شتايم، اشتمني واشتمك. عهد المنصور لما أرادوا يشنقون ذلك الرجل، رجل دخل في بين المسلمين وصار مسلم يهودي، انكشف وإداه لا بعد على يهوديته، وصار نوع من المنصور أنطى نوع من الأوامر بيده، خصا أوامر العيد الصيام والإفطار، انكشف وإداه يهودي، قال المنصور قتلوه، جابوا للقتل. قال أيها المسلمون اللي جوا يطالعونه، أيها المسلمون اقتلوني وأنا مرتاح البال. قال أحد يقتلونا مرتاح البال؟ قال إيه، لقد نصرت اليهودية. قال لماذا نصرت اليهودية؟ قال مو دخلت لكم أيها المسلمين وفرقكم حتى في أموركم الدينية، أبطلت صومكم. قال كيف أبطلت صيامنا؟ قال نعم، كنت سببا، أصمتكم في يوم فطركم وأفطرتكم في يوم صومكم. أعرف باكر ماكو هلال، أعرف باكر مو عيد، قلت لكم عيد وخليتكم تفطرون في يوم من أيام شهر رمضان، باكر عيد، قلت لا الهلال مو ثابت وخليتكم تصومون في يوم من الأيام المحرمة عندكم أيها المسلمون. تفهم كلمتي لو لا؟ أصمتكم في يوم فطركم وأفطرتكم في يوم صومكم. شاهد هذا المنافق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحون على ما فعلتم نادمين. والندامة ما تصلح للمسلم، الندامة تعطل حركة المسلم، الندامة تأخر المسلم، تبعده عن عقيدته وعن إيمانه، وتبعده حتى عن كرامته وعن مقدساته الدينية. ندامة يعيش فيها، يصير عنده رد فعل، عقله مضطرب، نفسيا مضطرب. يريدون المسلمين أن يضرب بعضهم بعضا، يريدون أن يصيرون المسلمين
في حالة نفسية، اضطراب نفسي عقلي، تصير أمراض عندهم. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: المرأة المنافقة، دور النساء لهم حق في هالجانب، المرأة إذا صارت منافقة أعجب وأعجب. قال: المرأة المنافقة في البيت كالنار المشتعلة، حارقة. المرأة المنافقة في البيت كالنار المشتعلة، يعني الزوجة اللي تنافق زوجها نار مشتعلة، الزوجة اللي تنافق البنت اللي تنافق أبوها نار مشتعلة، تنافق أولادها نار مشتعلة، تنافق جاراتها نار مشتعلة. سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله فأجاب: أنت كل واحدة حقها، وجعل في كل لكل واحدة مكانة. ثم قال: لكن لا كخديجة، كلهم زينات، كلهم طيبات، كلهم طاهرات، كلهم يحبون النبي، كلهم على طريقة النبي. يوم اللي النبي يحب يرقص عند زوجة ترقص، يوم اللي النبي يحب لا يركد عند زوجة تحب الركادة. النبي صلى الله عليه مرتاح، ونسى عنده ونسى، راحة عنده راحة، عبادة عنده عبادة. ولا فسئل أمير المؤمنين عن نسائه، قال: لا كفاطمة. كفاطمة ما موجود، لكن ما رأيك بفاطمة أم البنين؟ أم البنين جيدة ممتازة. أم البنين مرأة دخلت إلى دار علي بن أبي طالب ما بها قلبها غل نفاق، ما قالت لأبو حسين أربي أولادك، ولما جاءت البيت استخدمت أولاده أو طردت أولاده أو شتتت أولاده أو أهملت أولاده. أم البنين معصومة، أمي معصومة، لكن بأعمالها عصمت نفسها. ما قالت دولة أبناء زوجي وما طول أبناء زوجي مو مسؤولين مني، أنا مسؤولة عن زوجي. ما أكلت طعاما حتى يأكل منه الحسن والحسين، وحتى تقدمه إلى الحوراء زينب، تسمي الحسن ولدها، تسمي الحسين ولدها، تسمي بنات فاطمة بناتها. يجي أمير المؤمنين يسميها بفاطمة، قالت: يا أبا الحسن، منذ أن دخلت عليك ما طلبتك طلبة، لكن عندي طلبة واحدة أرجو أن تستجيب. قال: حبا وكرامة. شو تريدين يا أم البنين؟ قالت له: ما بيها تكلفة. حاضر علي بن أبي طالب، اللي على هالمستوى تستاهلين، شنو تريدين؟ قالت: يا أبا الحسن، منذ الآن لا تناديني بفاطمة. هاي من أخلاقها، هذه تصير شنو؟ نار بالبيت لو تصير ريحانة بالبيت. لا تناديني بفاطمة. قال: ولم؟ قالت: يا أبا الحسن، أكن سببا في كسر خواطر أولادك، أولادك خاف يسمعونك تناديني بفاطمة، يتذكرون أمهم فاطمة.
روحي يا فاطمة يتذكرون أمهم فاطمة، تني يا فاطمة يتذكرون أمهم فاطمة، بماذا أسميك إذن؟ قالت يا أبا الحسن أنت تختار إلي؟ تختار؟ قال أنا أختار إليك اسم أم البنين. إيه يا أبا الحسن ليش عاد أم البنين؟ أم البنين ليش؟ غير أزواجك أم البنين تسميني بهالاسم؟ كأني به يخاطبها يا أم البنين إليش الفخر أن تكوني أم البنين. ليش يا أبا الحسن؟ أربعة أولاد يروحون صرعى، مو بس انتين تخدمين ولدي الحسين وتحبين ولدي الحسين، حتى أولادك يا أم البنين يوم الأيام يجيش ناعي أولادك فتصرخين وتنادين وولدا وحسينا، حتى أولادك. وتعال إلى هالولد قمر العشيرة أبو فاضل يقول للحسين أخي اذهب عني وروح إلى أمك بالمدينة وخل إخوانك يروحون وياك. قال له لا والله أبو علي. يوم العاشر وقف قمر العشيرة قال له أبو عبد الله أبا عبد الله أستأذن منك. قال له شنو؟ قال له أريد أقدم أول إخوتي واحد بعد واحد، أخاف أنا لكن ذولا يتأثر واحد منهم عاطفيا تحدث نفسه يتراجع يخذلك أبو علي، لكن لا أول خليهم واحد بعد واحد يروحون وأنا أراقبهم حتى نبيض وجه أمنا يوم القيامة، حتى أمنا يوم القيامة تأتي كل نساء الشهداء وكل نساء القتلى. إذا إجوا يوم القيامة كل واحدة تحمل راس بعلها راس واحد، أخرى تحمل لها رأس واحد لأبيها، وواحدة تحمل رأس واحد لابنها، لكن احنا نريد أم البنين أمنا تفوز ذاك اليوم. بماذا تفوز؟ قال له اجي حاملة أربعة رؤوس أبو علي مو واحد، أربعة رؤوس تحملهم. قال له الحسين أخي جزاك الله خيرا، وخلاهم يروحون واحد بعد واحد. وتالي خلى العباس يبرز الى المعركة، لكن تعال شوف الحسين وحب الحسين الى قمر العشيرة الى هالطود العظيم. العباس بالمعركة والحسين واقف بين المخيمات، والعباس يضرب يمينا شمالا، اذا رفع العباس بالمعركة صوته انجرح قلب الحسين، نادي واخاه وعباسا. والعباس ما شكى بالمعركة، كل جرح بجسمه ما شكاه الى احد، حتى قطعت يمينه ويساره، فلم يشك ذلك الا لاخيه قابل فابا عبد الله. ولهذا كاني به بين القوم قل ابو علي قطع العدى جفوف يا اخويا والعلم مال، قطع العدى جفوف يا اخويا والعلم مال، بالعجل شوف البرقك يا حسين شيا، طاح الحمل يا ابو علي وقلت الحيلة، ما قدر اشيل سلاح والجربة سجيلة، ومال العلم يا اخوي خل ضيغم يشيله، لا ينكسر جيشك يا بن حيدر يا سردام، والله فلا يطيح العلم ما دمت موجود، ملزوم نشرى والزم بصدري والزنود، ما يطيح حتى يطيح اخوك بضربات عمود، وينكسر جيشك شان خدت وسدت را، لكن اتبقيان كذا وتلك يمينه نهب النصولي. تا
تقبل عزائنا، شافي مرضانا، ارحم ضعفائنا، وفقنا لما تحب وترضى. إلهي احرس المؤسسين جماعتي الحاضرين، ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.